أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المغرب الحاضر الرباط 20 يونيو 2022. ازدهار في روض الأطفال الخاصة حوالي 90 يورو شهريا، هذا هو المتوسط السعر الذي يدفعه الأباء المغاربة للحصول على مكان في روضة الأطفال خاصة. يضمن الازدهار القوي والمنافسة المصاحبة أن هذا السعر رخيص نسبيا مقارنة بالدول الأخرى. مثلا الكاميرون متوسط السعر الشهري هنا 155 يورو، وفي دولة جنوب إفريقيا 191 يورو، وفي أنغولا وصل السعر إلى 1155 يورو، وهذا لأنه ليس هناك منافسة، فلذلك الأسعار غالية ومرتفعة جدا. يوجد في المغرب عدد كبير من روض الأطفال المختلفة في كل منطقة من المدن الكبرى، تم تصميم معظمها بمحبة وهي ملونة. يجب على الأطفال الذهاب إلى المدرسة في المغرب لما يصل السن 6 سنوات. إذا أراد الأباء الحصول على التعليم ما قبل ذلك فيمكنهم أن يبعثوا الطفل من سن 3 تقريبا إلى روضة الأطفال. بشكل عام لا تزال تربية الأطفال إلى حد كبير في أيدي الأسرة. يعتبرون روضة الأطفال والمدارس في المقام التعليمي فقط ليس التربوي. الأسر هي التي تربي في المغرب، فلذلك غالبا ما تجد أن الأباء واحد منهم يشتغل والآخر يربي الطفل في البيت، لذلك لا نجد روضة الأطفال للأطفال تحت سن 3 سنوات. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.